بكون كتير صريحة معك، ولا فنان عمل أغنية مع فنان أجنبي، ومثل ما أنت قلت شراء هالديو مع الفنان الأجنبي والأغنية عملت شيء برا، نسمعها هون ننبسط فيها، بتضيف له ما بتضيف له؟ ما بحياته ولا فنان عمل ولا أغنية مع فنان عالمي وضفت له برات الوطن العربي. فأنا الحمد لله الناس بتحبني بالوطن العربي مثل ما أنا. الديو اللي جمعنا بفلورايدا كان بطلب من ام بي سي، وكان ببروغرام من ام بي سي، واندفع لفلورايدا ولإلي لحتى نعمل هيدا الديو، بينما لأنا أدفع لفنان عالمي لغني معه هيدا الشيء ما رح يصير. بخبركم انه في فنان عالمي اتصل فيني وهو اشتريني هالمرة، ما رح اقول الاسم، هو دفع كرمال حط صوتي معه باغنية، ما رح اقول الاسم، ان شاء الله بس تصير الاغنية رح تسمعوها، بس ان يصير بالعكس بحياته ما رح يصير، لانه ما رح يقدم ولا رح يأخر لقلي.